هاتن هاتن يلعب كرة عرضية تتوانوفا جول جول نوفا القادم من خلف المدافعين في الدقيقة 28 يسجل الهدف الأول لصالح قدم رينجرز بهدف التقدم في الدقيقة 28 من عمر اللقاء. شوف هوتن لعب كرة انطلق من خلف المدافعين وبرأسية بارعة يسجل الهدف الأول على يمين الحارس آرتر بولد. نلعب بالدقيقة 29 من عمر اللقاء، هدف واحد لرينجرز مقابل لا شيء لصالتك، يسجل اللاعب آرتر اللاعب نوبو في الدقيقة 28 من عمر اللقاء. شوف هذا هو القادم من خلف المدافع من فريق رينجرز. كوزن مرة أخرى يلعب كرة عرضية وتنقطع رأسية وتسديدة من بعيد، من جديد نوبو جول جول باري فيرجسون. باري فيرجسون في الدقيقة 56 باري فيرجسون يسجل هدف الأمان لفريق رينجرز من كرة ملعوبة من داخل منطقة الجزاء. باري فيرجسون يسجل هدف الرابع هذا الموسم بعد أن سجل في شباك إمبرسن هدفين هدفين لرينجرز. شوفوا مرة أخرى كرة اللعب وكرة هاتن إلى كوزين. كوزين اللي حول كرة، شوف تنقطع من الدفاع تسديدة وباري فيرجسون بين المدافعين يلعب كرة على يمين آرتر بولد ويسجل الهدف الثاني لفريق رينجر. هدفين لرينجر أخرى حاول خطرة يتوغل. شوف شوف تشارلي آدم يتوغل ويتعرض إلى إعثار وركلة جزاء. شوفه مرة أخرى نوبو اللي يتقدم يسدد والهدف الثالث. الهدف الثالث في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، نوبو يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء والهدف الشخصي الثاني إليه والثالث هذا الموسم. نوبو يسجل هدفين اليوم والشخصي الثالث إليه والثاني في هذه المباراة. ثلاث أهداف لرينجرز مقابل لا شيء لسلتك، واحدة من أكبر النتائج من بين نتائج مباريات رينجرز مع سلتك. لو نتحدث عن